الملك موجود في صنعاء اليمن مكة 7. احنا حددوا الحجاج اليمنيين 24,000، واليمنيين فرحانين يشتروا يحقوه هناك، يروحوا يشرفوا. يا جماعة الخير، الحج في السعودية لا يجوز، يعني هو يعتبر مسجد للصلاة مثل كغيره من المسجد. قلنا لكم اللي لم قضوا على نياته الله ينظر إلى النيات، لكن اللي هم قد وصلتهم المعلومات ومع ذلك مكرضين يروحوا يحجوا ويعتمروا ويطوفوا هناك فهو شرك. أنت لما بتعاند وانت عارف والآيات وتروح قصدا فأنت بتشرك للأسف. هذا الحقيقية مكة الحق، مكة 7 عندكم في اليمن في صنعاء، تمام، في صنعاء عندكم في اللي هي اصلا هي الجامع الكبير اللي هو البيت المحرم الحقيقي اللي هو اصلا سمي الجامع الكبير نسبة للهيكل الكبير هيكل سليمان. هل سورة الفيل هي عن تحكي قصة أبرهة؟ طبعا هو بالعقل، يعني كيف الله سبحانه وتعالى عيدي لنا قصة غير موجودة في القرآن؟ النبي كان يستقبل الوحي على شكل آيات في القرآن الكريم. أبرهة قصة وهمية، وسورة الفيل تكمل قصة قوم لوط. طب من هم القوم اللي عذبهم الله بحجارة من سجيل؟ هم قوم لوط طبعاً.